هذا اللقاء اللي مهم او هذا الاحتفال المهم اللي كيحتفل بالقدس وفي اطار حتى اليوم الدولي للشعراء واليوم كيف ما كتشوفوا يعني الاهتمام حتى في المجال الثقافي او العمل اللي كيقوموا به اللي كيقوم به مجلس القدس تحت تعليمات جلاله الملك. وبالطبع وزاره الثقافه منخرطه في هذه الاعمال وكتدعم بيت مال القدس في جميع المجالات اللي كتشتغل فيها، في المجال ديال الشباب، ديال الثقافه، وكيف ما قلت قبيله حتى في المجال ديال التواصل. سوف يكون هناك شراكات اخرى لدعم القضيه الفلسطينيه كما دائما يعني تحت تعليمات ديال سيدنا الله ينصرو. وبالطبع اي مبادره كتقوم بها بيت مال القدس الا وكتشوف وزاره الشباب الثقافه والتواصل منخرطه في هذه المبادرات الثقافيه والشبابيه. اليوم يفتتح معرض فني كبير بمشاركة فنانين تشكيليين مغاربة وشعراء، مزج بين الشعر والفن التشكيلي، وهو تعبير عن تضامن النخبة المغربية مع الأشقاء في القدس وفلسطين، طبعا امتدادا لعمل وكالة بيت مال القدس الشريف في المجال الثقافي والفني، وهي تحتفل هذا العام بيوبيلها الفضي بمرور 25 عاما على شروعها العملي في حيز العمل. وفي افتتاح هذا المعرض يرفع الستار عن طبع البريد المخلد لذكرى 25 عاما بمبادرة كريمة من مؤسسة بريد المغرب. هذه الذكرى هذه أبينا إلا أن تكون مختلفة بأن يتفاعل مؤسسات مختلفة الفنون التشكيلية والشعر، فأبدع الفنانين التشكيليين من جهتهم بناء على ما أعطيناهم من أبيات شعرية، واشتغلوا على شذرات من الشعر التي طوروها في أعمال فنية إبداعية. وتأتي هذه الإبداعات التي ترونها اليوم تفاعلا مع كل ما يطار حول القضية الفلسطينية، بمعنى أن النخبة المغربية والشعب المغربي والمثقفون المغاربة بكل أطيافهم وأجناسهم دائما هم متضامنون مع القضية الفلسطينية. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.